الخير. اول شيء حبيت نسلم عليكم ونقول لكم ميرسي بوك راكم كامل تقصوا عليا وعني كل عيالكم تسالوا عني، وانا مبسوطه كثير انكم يعني ما تخليتوا من عني حتى انه عملت هيدا الشيء اللي طلع مني الاهداف. بس مش بدي اطمنكم انه بلشت امشي وبلشت ارتاح كثير كثير كثير، وراح اطمنكم اكثر فيديوهات اكثر انه عم بمشي لحالي وعم ارتاح كل يوم بعد يوم الحمد لله، وهذا كله بفضل أستار أكاديمي يعني مأمنت لي كل شيء. اليوم حكيت مع ماما وحكيت مع الفنانة ريم غزالي، طمنوا عليه بس قالوا لي شيء كتير زعجني. بليز بديكم توقفوا هذا الحكي انه يعني الحادث اللي صار معي يعني مقصود او هيك شيء. قالت لي ماما انه كتير الناس عم تحكي وبتقول انه في حدا دفشك وما بدهم يبينوا الحقيقة. ما في ولا حدا، وحياة الله يعني ما في شيء اكثر من الله عم بحلف بيه. انه هذا حادث انا سبب، انا اللي كنت عم بلعب وعم بتهور وعم بعمل اشياء كثير 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 مجنونه، وامي بتعرف بهيدا الشيء، وما في شيء من هدول الاشياء اللي عم تحكوا فيها. فبليز وقفوا هدول حملات ستار اكاديمي، ما بعرف شو بليز. انا ستار اكاديمي صراحه احسن شيء صار معي في بهي الدنيا كلياتها، وغيرت لي حياتي من الأسوأ للأحسن بكثير كثير كثير. فبدي اياكم انتم كمان تشوفوا مثل ما عم بشوف انا ستار اكاديمي اذا بتحبوني. واكيد لانه ستار اكاديمي خلتكم تتعرفوا علي، تعرفوا على موهبتي وصلتني، وما بدهم اكيد ما بدهم مشاكل وهدول المشاكل يعني حتى يعملوا شيء مثل هاي، ووصلوني للشيء اللي بدي اياه، وبيقولوا لي انه راح يضلوا معي لا يمكن لآخر يوم بحياتي ما بعرف لشو. وكل ما أحتاج أي شيء بروح لعندهم وبطلب من عندهم، ما خلوني أحتاج شيء يعني كيف بدهم يعملوا شيء مثل هيك بعدين يوقفوا معي. فبليز وقفوا هذا الحكي بليز مشاني، وإذا بتحبوني وصار كده شيء كتير 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 حلو، والشيء الحلو فيه إنه خلتني أتعرف عليكم وأنتم تتعرفوا علي، فلازم يوقف هذا الحكي بليز مشاني.